تواصل صالات مهرجان كان السينمائي الدولي عرض الأفلام المختارة ضمن مسابقات المهرجان وبرامجه المختلفة. نحن الآن موجودون داخل القرية العالمية، وهي القرية التي تضم أجنحة الدول المشاركة في المهرجان، ومن بينها عدد كبير من أجنحة الدول العربية. المهرجان أيضا فرصة للعديد من مهرجانات السينما في العالم لعقد الاتفاقات، لاختيار الأفلام ولدعوة الضيوف، وهناك أيضا عدد كبير من المدراء ورؤساء المهرجانات السينمائية العربية. نحن اخترنا اليوم شخصية من بين شخصيات السينما العربية، وهو الفنان المصري الكبير حسين فهمي، الذي عاد إلى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد أن تولى رئاسة هذه التظاهرة في بداية الألفية. الفنان حسين فهمي حضر المهرجان وهو يتعامل مع هذه التظاهرة بحيوية الشباب، وبدأ باتصالاته واختياراته مع فريقه العامل. العصر تغير خالص عن الفترة اللي أنا كنت فيها رئيس مهرجان. أنا كنت رئيس مهرجان من حوالي 15 سنة أو أكثر يعني. فأنا جاي على عصر تاني، جاي على مهرجان مر عليه 15 سنة أنا ما كنتش موجود فيهم. فأنا جاي في الحقيقة أبني على اللي موجود. أنا مش عايز أهد، مش من مبدأي أبداً أن أنا أهد اللي موجود. أنا اللي موجود نبني عليه ونتقدم ونشوف العصر عايز إيه، متطلباته إيه. خصوصاً الإمكانيات النهاردة بقت هايلة بالنسبة للسينما، ففي أفلام عظيمة جداً بدور عليها، ببحث عنها، مخرجين جداد، الشباب بيشتغل في السينما في جميع المجالات. أنا لما كنت رئيس مهرجان كنت بجيب طلبة الجامعات بيخشوا بتخفيض، وكان ده اتفاق بيني وبين دور العرض ان في جزء بيتحمله من ثمن التذكرة، لان دور العرض كمان بتخش معانا بس مش عايزة تخسر، ما هو لازم يبقى في معادلة يعني. كنت بقى في افلام كتيرة كنت ببعتها لأكاديمية الفنون، معهد السينما، طلبة معهد السينما، كنت ببعت الفيلم ليهم عروض في صالة هناك، مسرح كبير قوي اسمه سيد درويش، فكنا بنبعت له العروض هناك. النهارده مبقاش في فيلم يعني، الريل نفسها مش موجوده. فلاشه كده شغل الفيلم، فدي هتبقى اسهل يعني، هتسهل لي انا الامور. بس انا فعلا عايز الشباب يجي، عايز الجيل الجديد يجي يتفرج على افلام جديده، ثقافات مختلفه من جميع انحاء العالم، مش افلام تجاريه بتاعت كل السنة، طول السنه طول العام يعني، لا، افلام محدده فيها ثقافه فيها فن. لي مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبالذات في الفترة التي تولى رئاستها الفنان حسين فهمي، ذكريات عديدة. كنا نأتي ببكرات الأفلام إلى المهرجان من إيطاليا ومن الدول الأخرى حتى تشاهد ويتم اختيارها للعرض في المهرجان. ما بين تلك الفترة التي تولى حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة وهذه الرئاسة الثانية، فترة حدثت بها فيها تغييرات كثيرة على الصعيد التقني، على الصعيد الإنتاجي، وعلى صعيد كل الإمكانيات الجديدة المتاحة. هذه الحالة ولدت إمكانية زيادة في الإنتاج السينمائي العربي بالتحديد، وبالذات الإنتاج الشبابي. فهل يفكر الفنان حسين فهمي وإدارة المهرجان بإفساح مساحات أوسع للسينما العربية؟ السينما العربية الشابة لازم تبقى متواجدة، لازم. ده يعني عندي أنا دايماً قناعة إن السينما العربية من أهم السينمات اللي في العالم. السينما المصرية ابتدت مع السينما العالمية، يعني كنا ماشيين باراليل مع هوليوود. فهذه الريادة لازم ترجع تاني. لازم يبقى في سينما عربية. النهاردة عندنا حركة جيدة جداً في السعودية. في سينمائيين جداد، منهم سيدات مخرجات، فده شيء جديد، ده مهم جدا ان احنا نراعيه ونهتم بيه وننميه، ودي طبعا من ضمن اهدافي 100%. لكن في نهاية الامر حسين فهمي ممثل وفنان سينمائي، نريده قبل كل شيء على الشاشة، فما هي المشاريع التي يعمل عليها حسين فهمي؟ وهل قرر التقاعد مثلا؟ دنيا صعبة أو يكون فيها اتنين سالم الجرح. لو غدرت بيا هوسع الحفرة اللي هتدفن فيها صاحبة.
وانت تفتكر ان انا ممكن اغدر بيك؟ العفو يا باشا، اصل غدر ليه ناسه. انا بصور فيلم دلوقتي لسه ما خلصتوش. تعرض لي فيلم اسمه الكاهن، كمان يومين هيتعرض لي فيلم تاني في مصر اسمه فارس، وانا بصور فيلم حاليا كاتبه ابراهيم عيسى اخراج محمد العدل ماندو، اسمه الملحد. بنتكلم في مواضيع الكاهن والملحد. وصلت المرحله دي دلوقتي. الحديث مع صديق قديم وفنان كبير كحسين فهمي دائما مناسبة جميلة. ابتدأنا بالحديث عن المهرجانات السينمائية العربية بالاستماع إلى آرائه حول ما سينفذه مع الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. هناك كما أشرنا مهرجانات كثيرة متواجدة في المهرجان، سنتابع وإياكم تفاصيل ما ينجزونه خلال هذه الأيام وسنحدثكم عنها في الحلقات المقبلة. تابعونا دائما على قناة الشرق.